ويا مساء الخير. مطعم يذكرنا بدبي وشارع الشيخ زايد، مطعم زاروب، فتح عندنا هنا بجدة قبل فترة، وتحديدا على شارع التحلية مقابل مركز التحلية التجاري. وهذا المطعم من الداخل، وعندنا هنا مجموعة من الجلسات. وفي هذا المكان الجميل نزلت هنا تشكيلة من الأطباق، خلونا نعرفكم عليها. نبدأ معاكم بالطبق المعروفين فيه، حمص باللحم، وعندنا هنا سلطة سبانخ مع البطيخ، وهذه الفلافل، وعندنا هنا شاورما ميكس لحم مع دجاج، وهذه كفتة الراب، نقانق مع دبس الرمان، وهذا صمون سجق، وعندكم هنا كفتة باذنجان، بالإضافة للطبق اللي بتميزوا فيه المسخن. تستمتعوا هنا في مطعم زاروب بمأكولات الشارع الشامي. من الحلويات اللي نزلت عندكم هنا الكنافة، بالإضافة لفطيرة كرافت مع العسل.